هو ايه الجديد في قصة اسلام جبس اخو جبس مصر؟ هل هو فعلا توفى ولا لا؟ تعالى اقول لكم الجديد في الموضوع وصدق او لا تصدق مع الصحفي احمد الجدي. زي ما قلت لكم امبارح بعد الفيديو ده اللي اتملى كومنتات بتعزي جبس مصر في وفاة اخوه، ان اسلام جبس لسه مفيش معلومة مؤكدة بتأكد وفاته او ان ربنا نجاه وانقذه. وفي الحقيقة جالي رسالة حلوة جدا حوالين قصة المكالمة اللي نشرها جبس مصر من شخص قال لي ازاي واحد لسه طالع من الغرق لا معاه فلوس ولا معاه موبايل قدر يتواصل مع اهله او ناسه او اصدقائه عشان يطمنهم عليه وهو لسه طالع من موت، يعني حتى جسمه لسه متعافاش من صدمه وخضه الغرق. فوارد جدا تكون المكالمه الوارده لجبس مصر واللي نشرها وازعها مش حقيقيه او من شخص مش عارف حاجه، لانه لو كان عارف حاجه كان قال في المكالمه على الاقل اسماء ال30 اللي تم انقاذهم، واللي برضه عشان نكون حقانيين منهم جنسيات اجنبيه مش مصريه وممكن ما يكونش عارفهم. جبس مصر النهارده نشر فيديو جديد واكد صدق الكلام اللي قلته، واكد كمان انه ما عندوش معلومه اكيده ان اخوه توفى زي ما ناس كتيره قالت على السوشيال ميديا، وانه وارد جدا اسلام يكون عايش وتم انقاذه وهم متعلقين في قشايه لعل الله يصنع معجزه من معجزاته. وده اللي برضه قاله جبس مصر في الستوري بتاعه على فيسبوك، يا رب معجزه، يا رب طفي نار قلوبنا. ويمكن الستوري الاهم واللي يوضح اللي انا قلته صح هو الستوري ده، واللي قال في جبس مصر مش هرد على اي حد يقول البقاء لله، ثقتي في ربنا كبيره وان شاء الله اخويا يرجع. ونشر كمان الستوري ده لمجموعه من الشباب اللي كانوا مع اسلام في المركب بيتمنى من الله انهم يرجعوا لاهلهم بالسلامه، وده معناه حاجه واحده بس، ان اسره جبس مصر لسه ما تاكدوش من خبر الوفاه، واسلام وارد يكون من ضمن الناس اللي تم انقاذهم. وارد جدا المكالمه اللي تكون جات لجبس مصر مكالمه غير حقيقيه وفيك، زي ما ناس استغلت الترند بأبشع طرق الاستغلال وعملوا دوتوهات على فيديو جبس مصر وقالوا له اخوك في اليونان واحنا شفناه، او اخوك في المانيا تقريبا مع انه كان راح ايطاليا، بس طبعا عشان الترند ولم الريتش اي حاجه مباحه. الناس بتقول لي انت بتتكلمش ليه على باقي الناس اللي مع اسلام ولا عشان اسلام ترند؟ والله يا جماعه انا لو اعرفهم لاتكلم عن واحد واحد، ده انا اتشرف اني اساعد اسرهم في انهم يتعرفوا على مصير ولادهم، انما اللي احنا عرفناه واللي فتح لنا قصة أصلا المركب اللي غرق في تونس هو إسلام جبس، وقلبي مع كل الأسر دول، ويا ريت يبعتولي صور لأولادهم وأنا تحت أمرهم أعمل لهم أي فيديوهات هم عاوزينها. الهجرة غير الشرعية بتاكل آلاف بل ملايين الشباب كل سنة، الطموحين في حياة أوروبا اللي فاكرينها سهلة وجميلة وفلوسها كتيرة، ومش عارفين الوجه الحقيقي للغربة، ومش عارفين كمان الوجه القبيح للبحر. وطلب منكم يا جماعة بلاش تضغطوا على جبس مصر، يمكن عمل قبل كده ترندات ما كانتش احسن حاجه وكان فيها نوع من انواع الكذب، ولكن الموت ما فيهوش ترند والموت ما ينفعش فيه كذب، وده اخوه عمره ما هيبشر عليه انه يكون في الموقف اللي اخوه فيه دلوقتي. ادعوا له واسوه عشان ربنا سبحانه وتعالى يطبطب على قلوبكم وما يوقعكوش في يوم ابدا في نفس اللي هو واقع فيه هو واسرته كلها. وفي النهايه يا رب يكون اسلام جبس عايش هو وكل اللي معاه، وربنا يرحم كل واحد توفى. وبجدد وبقول اللي محتاج مني اتكلم عن اي حد من الشباب دول مش عارف يوصل له، عيني دي قبل عيني دي، الصفحة دي بيكم وليكم.